في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، التقى معاليه مع عدد من المسؤولين في السلطتين التنفيذية والتشريعية. فقد عقد معاليه جلسة مباحثات مع السيد جون كيلي وزير الأمن الداخلي والسيد أندرو ماكبلي القائم بأعمال مدير وكالة التحقيقات الفيدرالية، إضافة إلى لقاءات مع عدد من المسؤولين الأمنيين بالإدارة الأمريكية. خلال هذه اللقاءات أشاد معالي وزير الداخلية بعمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية المتنامية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، مقدما الشكر على التعاون البناء مع مختلف الأجهزة الأمنية. واستعرض معاليه الاستقرار الأمني في مملكة البحرين والمنطقة وسبل تعزيز ذلك، كما تم مناقشة التحديات الأمنية وبؤر الإرهاب في المنطقة والتأكيد على أهمية معالجتها واستعراض التدخلات الإيرانية في الأمن الداخلي لمملكة البحرين والمنطقة من خلال أساليبها المكشوفة التي تستغل فيها الخلايا والمنظمات الطائفية المتطرفة، وهو الأمر الذي كشفته المعلومات الاستخباراتية والفنية، إضافة إلى دعم هذه الخلايا سواء بالدعم الإعلامي أو التدريب أو الإيواء أو التمويل والإمداد، والذي ثبت من خلال ما تم ضبطه من مواد متفجرة بعد من المستودعات أو ما تم إحباط تهريبه من مواد متفجرة أو ما أسفرت عنه نتائج التحقيقات والاعترافات. وقد استعرض معالي الوزير الإجراءات العملية التي قامت بها وزارة الداخلية لتحديث الأجهزة الأمنية، وتم بحث سبل تعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات والعمل على تعزيز التعاون القائم في مجال التدريب بصورة عامة، وتحديدا في مجال مكافحة وتمويل الإرهاب والأمن الإلكتروني وإدارة مسرح الجريمة والمختبر الجنائي وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات. كما تم الاتفاق على وضع آلية عمل لضمان استمرارية التنسيق والتشاور لمواجهة الأنماط الجديدة من الجرائم المنظمة العابرة للحدود بأساليب مبتكرة وتقنيات عالية، مما يتطلب توسيع إطار التعاون الدولي من خلال وضع التشريعات والتحالفات لمواجهة الجريمة ومرتكبيها على المستوى الدولي. كما تم الاتفاق على مناقشة تطوير مذكرة التفاهم الموقعة عام 2007 بين وزارة الداخلية بمملكة البحرين ووزارة الأمن الداخلي بالولايات المتحدة، بما يواكب المستجدات والتحديات الأمنية الراهنة والمستقبلية، ويسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون وزيادة فعالية الأجهزة الأمنية المختلفة لمواجهة التحديات الأمنية. وقد أكد الجانبان خلال مختلف اللقاءات على الحرص المشترك لتطوير وتعزيز العلاقة التاريخية بين البلدين لما فيه الخير والمصلحة المشتركة. كما أشاد المسؤولون الأمريكيون بالدعم والتسهيلات التي تقدمها مملكة البحرين للولايات المتحدة. وقد التقى معالي وزير الداخلية خلال الزيارة مع عدد من أعضاء السلطة التشريعية، وهم السيد بول ريان رئيس مجلس النواب وعضو الكونغرس، السيد إيد رويس رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والسيناتور جون ماكين رئيس لجنة الدفاع، والسيناتور جيمس ريش رئيس اللجنة الاقتصادية، والسيناتور مايكل ماكول رئيس لجنة الأمن الوطني، حيث أكدوا شكرهم للدعم الذي تلقاه الولايات المتحدة من مملكة البحرين من خلال استضافة قيادة الأسطول الخامس، معبرين عن الاعتزاز بالعلاقة التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، وعن الإشادة بالمواقف التاريخية لمملكة البحرين الداعمة للولايات المتحدة في مختلف المجالات، مع التأكيد على دعم مملكة البحرين في إجراءات مواجهة الخطر والأطماع الإيرانية والتي أصبحت بحاجة إلى مواجهة من خلال وسائل مختلفة.